بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. في واقع الحال في مثل هذه الأيام تزداد الأسئلة والاستفسارات حول المسؤولية وتحمل المسؤولية فيما يرتبط بالأمور والشؤون العامة. تعرفون أنه كثير من الناس يرون ويواجهون على حال مشاكل ونواقص وسلبيات وتصرفات مشينة، تصرفات سلبية وعلى حال قبيحة، ولكن يمرون عليها مرور الكرام، يمرون عليها مرورا غير مسؤول. في واقع الحال الإسلام العزيز حملنا جميعا، حملنا مسؤولية أن نكون غير مبالين، أن لا نكون غير مبالين، أن نكون على حال مسؤولين عما يجري حولنا. ما يجري من تصرف سلبي أو تصرف غلط أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أن أقول أن هذا غلط وهذا منكر وهذا غير صحيح. هو الذي يجعل المجتمع ويجعل الأمة تمشي بشكل صحيح. عدم الاعتناء، عدم المبالاة، وحسب تعبيرنا فلسفة أنا شعلي، هذه في الواقع الحال هي النقطة الخطيرة التي منها يتغلغل الفساد ويتغلغل الانحراف ويتغلغل عوامل السقوط في المجتمع. أنا عندما أرى موظفا سيئا ويتصرف تصرف سيء مع المراجعين، لا يتحمل مسؤولية أمام المراجعين، أنا كمراجع لابد أن أنبه، أقول أخي أنت مسؤول على أنه على حتتحمل مشكلتي، أنت مسؤول على أن تمشي قضيتي. أنت تأخذ المال وتأخذ الراتب ووضعت في مكان في دائر من الدوائر، أنت مسؤول على أنه تلبي قضيتي وتمشي أمري. أما أنه تتوانى وعلى حال لا تبالي أو تتمرد أو تكون إنسان غير مؤدب، هذا ليس من حقك. فلو كل شخص، رجاء لو كل شخص مراجع يتكلم مع الموظف غير المتزن، الموظف غير المسؤول، الموظف الذي يتعالى ويتكبر على المراجعين ويتعامل معهم من الأعلى، يتعامل معهم من فوق. إذا كل مراجع يقول له قف عند حدك وأنت مسؤول وأنت في خدمتي وأنت خادم إلى المجتمع، هذا في واقع الحال إذا لا نقوم بهذه المسؤولية في يوم الأيام سنندم جميعا. النبي العظيم صلى الله عليه وآله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا لما أشوف فتاة تدخل إلى مكان أو تخرج إلى شارع أو تذهب إلى مدرسة بوضع غير مؤدب أو غير مرتب، أنبهها، بابا بنتي هذا مو صحيح، هذا اللي أنت طالعة فيه، هذا الملابس اللي أنت ظاهر فيه، هذا مو صحيح، لا إليك
لا للعائلة، لا لشرفك، لا لعفتك، لا للمجتمع. والإسلام ما يقبل، رسول الله لا يرضى ذلك. هذا إذا أنا أقوله وعشرة مثلي يقولوه، ما كفتات بعد تتجرأ تطلع غير بشكل غير مؤدب. لا بد من الوقوف أمام المنكر، لا بد من الوقوف أمام الغلط. لما نشوف برنامج، لما نشوف برنامج ليس فيه على حال فائدة غير السقوط الأخلاقي، برنامج فقط يبث الأفكار المنحرفة والميوعة بين الشباب والانحراف الأخلاقي بين الشباب، هذا البرنامج لا بد من مقاطعته، لا بد من محاربته، لا بد من التنبيه عليه والإخبار عليه حتى يغلق، وحتى على حال ينهى عنه وينتهي. وإلا يلا شو أسوي، أنا ما أشوفه وذاك يشوفه يقول زين سيدنا احنا نريد شوية نتونس شوية عليه حال نريح على أنفسنا. هذا الشعور، هذا الشعور اللامبالاة والشعور اللا مسؤول أمام البرامج الغلط، الأفعال الغلط، التصرفات الغلط، الأشكال الغلط، الكلام الغلط، هذا في النهاية وبال على مجتمعنا يا أخوان، هذا وبال على مجتمعنا. لابد أن نتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية أنه أنا لابد أن أدي دوري، لابد أن أدي دوري. وللأسف الشديد، للأسف الشديد أنه شوف أنه شخص يتحمل مسؤولية ويتكلم، والجو العام، الجو العام يعني المجموعة حسب تعبيرنا الغير اللائقة يهاجموه، أنت ما عليك وشنو دخلك في الموضوع، حرية شخصية، هالكلمات حرية شخصية، أي حرية شخصية هذه التي تقولونها؟ ماكو شيء اسمه حرية شخصية يا شباب، ماكو شيء اسمه حرية شخصية. الحرية الشخصية فقط في بينك وفي بيتك، الحرية الشخصية فقط بينك وبين الجدران الأربعة اللي أنت فيه، هذا حرية شخصية. أما في الشارع ما في شيء اسمه حرية شخصية، في الشارع أمام الجمهور أمام المجتمع أنت لا تملك شيئا اسمه حريتك الشخصية، أنت أمام الناس فأنت مسؤول على أنه لا تتصرف تصرف غلط أمام أولادي وبناتي وأطفالي اللي أنا أتمشى معهم في الشارع. حريتك الشخصية في البيت افعل ما شئت، أما أن تصور نفسك بوضع مزري، ملابس على حال غير مؤدبة، بتعري وألفاظ غير مؤدبة، ما لك حق، لأن أنت راح تأثر في أفراد وأطفال وأبرياء وصغار، أنت راح تثقفهم ثقافة الغلط والأسلوب الغلط والتربية الغلط. شنو هذه النغمة حرية شخصية؟ شنو حرية شخصية؟ فلذلك أيها الإخوة لا يغرونكم بهذه الشعارات، لا يغرونكم بهذه الشعارات. أكو بيت من البيوت في النجف في حي من الأحياء، الأخ الجيران يقول سيدنا كل ليلة أشوف هؤلاء يدخلون ويخرجون بنات وأولاد ومدري إيش وسوالف تعبانة، وعلى حال قناني غير مرخص بها ومحرمة، وإلى الصباح موسيقى عالية وكذا. يقول طرقت الباب عليهم، يا جماعة هاي شنو هذه؟ قال هذه بيتنا وحريتنا الشخصية. عجيب، بيتك حريتك الشخصية وأنت في منطقة تأتي بالفواحش، الفاحشات والفواحش والمنكرات والمخدرات، وتريد تقول حرية شخصية؟ وأنا أولادي شنو اللي أسوي لهم؟ بناتي شنو أنا أأمن عليهم؟ فلا بد أن نتحمل مسؤولية يا إخوان. هذا الشيء اللي اسمه معلية وشعلية، ترى والله هذه مسقطة المجتمع فيها. المجتمع إذا يريد يسقط، المجتمع إذا يريد يسقط خلي يرفع هذا الشعار معلية وشعلية، هذه المنزلق اللي ينزلق فيه المجتمع. أنا مسؤول إذا قال أنت
أنا مسلم والمسلم يحافظ على المجتمع الإسلامي والعفة العامة والأخلاق العامة، ما أسمح لك أنت تنتهك الأخلاق العامة، ما أسمح لك أنت تنتهك الآداب العامة. تريد تلبس ملابس فاضحة في بيتك، أما تلبس ملابس فاضحة وطالع نص مدري إيش وبارز فلان إيش، هذا غير مسموح فيه. أنا عندي أولاد، عندي بنات، عندي عرض، عندي على حال جيل يمشي أمام هذا النوع من الابتذال، الابتذال الأخلاقي، الابتذال على حال اللفظي، الابتذال السلوكي، هذا غير مسموح فيه أخواني. فتحمل المسؤولية هذه قضية أساسية، وقفوهم إنهم مسؤولون. فيؤتى بك يوم القيامة يقال لك يا فلان ألم ترى أن أمرا كهذا حصل أمامك، لما لم تقل له حرام؟ لما لم تقل له اتق الله؟ لما لم تقل له هناك شو تقول له؟ تقول له يا مولاي حرية شخصية. ذاك الوقت يأخذونك إلى النار تساق، فتصرخ يا رب، يقول نعم على حال حريتك الشخصية جرتك إلى النار. حرية شخصية شنو؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحمل مسؤولياتنا، يوفقنا لصيانة أعراضنا، يوفقنا لتنقية أفكارنا وتطهير مجتمعنا من المظاهر الفاسدة، الدوائر الحكومية، الموظفون. أيها الناس تحملوا مسؤوليتكم تجاه الموظفين، لا أقول كل حتى لا أظلم، كثير أقول نعم كثير من الموظفين هم لا يؤدون مسؤولياتهم، كثير من الموظفين يتنصلون عن مسؤولياتهم. لما أتكلم كلمة فيها شرع الله وفيها حدود الله وفيها القانون يضجون سيمنعنا من الأكل والشرب، وكأن في حلقة قادمة. نعم عندي متصل، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. سؤالي ما هو حكم العمل في التسويق الشبكي مع شركة لديها منتج حقيقي، منتج جيد مراد لذاته ومنتج مفيد جدا، نحن نسوق لهذا المنتج وأيضا نضع تحتنا أعضاء، هؤلاء الأعضاء أيضا عندما يستخدمون المنتج أو يسوقون له منتج مفيد جدا يسوقون له أو يستخدمونه، نحصل نحن على أرباح ليس منهم بل من الشركة، لا تؤخذ من أرباحهم، فقط تعطينا الشركة أرباح. هذا هو أساس، يعني ما هو حكم العمل فيه؟ أنا شاكر لك أخي الكريم على سؤالك المهم، وتأتيني مجاميع من الشباب في النجف من محافظات عديدة ويسألوني هذا السؤال، أنه ما هو رأيك في التسوق الشبكي؟ إخواني التسوق الشبكي خلينا أبين شنو ماهيته حتى تعرفون القضية بشكل كامل. إخواني أكو شركات عندهم منتوج، مرة عنده قلم، مرة عنده جهاز تحلية الماء، مرة عنده ساعة، شركة تبيع ساعات، ساعة هاي الساعة يبيعوها $1,000، يبيعوها $1,000، بس هي الساعة هذه لو تروح للسوق تسأل عنها يمكن ما تسوى إلا مثلا $200. ليش يبيعوها غالي؟ لأن هم عندهم شغل. شنو شغلهم؟ يبيعوا لك هالساعة يقولوا لك أنت إذا جبت مشتريين غيرك، مشتريين يعني تروح تقول للفلان تعال اشتري هاي الساعة، خوش ساعة وممتازة وكذا، والثاني تقول له تعال اشتري، وتجيب اثنين
والاثنين يجيبون كل واحد اثنين صار شقيت 4، والأربعة يجيبون 8، والثمانية يجيبون 16، والستطعش يجيبون 32. فهاي الشبكة أنت تصير قائدها، والتحتك يصير قائد اللي تحته، أنه كيف إحنا نسوق هاي السلعة، نسوق هاي السلعة. زين سيدنا أنا أسوق وأنا أجيب ناس على حال يستفيدون من هاي السلعة، أنا شنو أستفيد؟ ناس يشترون، أنا شنو أستفيد؟ الشركة تقول إيش قد ما تجيب مشترية أنا أنطيك ربح، فتيجي أرباح من الشركة إلى. هاي المعاملة جائزة أو لا؟ كل المراجع يقولون الأحوط، الأحوط ترك هذا العمل، الأحوط ترك هذا العمل. لما تسأل سيدنا ليش الأحوط تركه، يقول أنا على حال القضية موهمة عندي، وهاي القضية فيها على حال فيها ريبة، وأنا ما أقدر أقول للناس روح اعملوها، فعندي احتياط. سيدنا هي ساعة وأنا اشتريتها بفلوسي وأنا بكيفي. الشارع الفقيه يقول أي نعم اشتريها ما في مشكلة، تسوى ما تسوى هاي أنت مسؤول، ولكن تروح توظف آخرين وتجيب آخرين وكذا، هذه أنا أشوفها خلاف الاحتياط. هذا رأي المراجع. نعم صفاء تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السيد المحترم. ورحمة الله، حياكم الله. الله يحفظك ويطول بأمرك ويدمركم إن شاء الله. يعطيك العافية حبيبي. سيدنا العزيز، احنا حقيقة في مجتمعنا ومن خلال مراجعتنا للدوائر الحكومية نعاني من مشكلات كبيرة، ومن خلالكم إن شاء الله وأنتم ما مقصرين إن شاء الله تبعثون رسالة لكل الدوائر الحكومية أثناء مراجعتنا للدائرة الحكومية الفلانية بغض النظر عن المسميات، يطلبون الرشوة بشكل غير مباشر، وهذا الشيء قاعد يسبب لنا مشكلة. الموظف إذا ما تنطي رشوة يعرقل المعاملة، والطريقة الفنية اللي قاعد يستخدمها مع المواطن ما يطلبها بشكل مباشر، يقول له انطيني رشوة، يخلي المراجع هو يركض وراه. يعني أنا قبل أيام، وعذرا يعني على الإطالة، قبل أيام طلعت بطاقة سكن. نعم. لما قدمت رحت المركز الشرطة، طلعوا وياي أبو الجرد الميداني، بعد ما كمل الإجراءات والإجراءات كلها أصولية قال يعني بطريقة هكذا، الساد أنتم متكرمون متنطون. قلت له سيد الكريم، أنا إذا أريد ممكن أقدم لك هدية ممكن، لكن لا تطلب الرشوة. حقيقة شعرت كأنما راد يعرقل القضية المعاملة عفوا، ولكن الإجراءات كانت أصولية. يعني حقيقة أنا أتكلم الآن في داخل حرقة واقعا، وأرجو المعذرة على الإطالة. قبل أيام أبو الكهرباء والله 4 مرات أخابر على أهل الكهرباء ما يجون، يابا ليش ما تجون؟ يابا إلا في مهم من المنطقة، تروح تراجع للمستشفى، يابا ليش فلان الشغلة ما سواها بالمستشفى؟ إلا تدفع الرشوة، تروح لأي مكان. يعني البلد مسألته وقضيته جدا جدا صعبة، وإحنا من خلالكم إن شاء الله نتمنى أنه تبعثون رسالة ولو أثقلنا عليكم. يعني أنتوا حقيقة واقعا تنتهون. جزاكم الله ألف خير. شكرا أخ صفاء، شكرا أخ صفاء، حياك الله. أبو رقية، أبو رقية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم سيدنا الله يحفظكم. حياك الله تفضل حبيبي. سؤالي بخصوص المقبرة النموذجية. سيدنا احنا عندنا يعني كانت مقبرة بالمقبرة القديمة، بس يعني بعد ما بيها مجال وازدحامات وتجاوزات صارت كمات يعني، فأكو من ناحية الشرعية يعني أكو إشكال إذا نشتري بالمقبرة النموذجية؟ هذا السؤال الأول. يعني أكو ناس يقولون مثلا هذا المكان ما تابع الواد السلام، ما يعتبر الواد السلام، يعني أكو شائعات، فأريد توضيح هذا الخصوص ومن ناحية الشرعية. حيا. وأيضا يعني أكو يقولون أنه ما يصير أصلا تشتري قطعة يعني قطعة مقبرة، فما أعرف شنو. شكرا شكرا ردكم على السؤال. جميل تفضل. ألو السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك سيدنا. سيدنا سؤال ورايدة تجاوب للجميع، الله يرضى عليك. نعم. س...
سيدنا من جانب الوضوء الأغلبية ما جاي تعرف الوضوء وراغيت له مثلا توضح انه للجميع لي وللجميع وللي يسمع وللي يشارك صورة صحيحة سيدنا الله يرضى عليك. مشكور يا أخ جميل، إن شاء الله بخدمتك حبيبي بخدمتك. الأخ صفاء في سؤاله قال مجتمعنا ودوائر الحكومية. أخ صفاء أنا يعني مشكلتي لما أتكلم عن ظاهرة من الظواهر في الدوائر الحكومية التشوف شلون حملة شديدة وسب وشتم واستهزاء وتسقيط، وأنا أعتقد يعني أنا متأكد اللي يسقطون ويهاجمون هم نفس اسمهم يعني يدافع عن نفسه فيبدأ يهاجم، وإلا المراجعين أو تقول للمراجع تعال أنت علق شوف المراجعين كلهم جزاك الله خير وصحيح وهذا شفناه وهذا كذا. فما يجري في دوائرنا الحكومية أنا أقولها بصراحة والإخوة المسؤولين والنزاهة والما أدري رئاسة الوزراء يسمعون، ما يجري في دوائرنا الحكومية حالة من الظلم والتعسف والاستغلال للمنصب استغلال للوظيفة بشكل مقرف لم يسبق له مثيل لم يسبق له. تقول والله سيدنا ما يطلبون من عندنا الرشوة مباشرة، زين والله بعض الدوائر مباشرة يقول له أنطي ننطي سلم تستلم هالشكل بوقاحة، هاي روحوا في محافظات وما أريد أسميها ونجفهم واحدة من عندها بوقاح أنه ماكو شيء يمشي بلاش. خل أقول لكم قصة حلوة، والأخ ذكر هو أنه مسألة البطاقة السكن، أحد الأخوة في بغداد طلب بطاقة السكن، سمعوا جيدا، يقول سيدنا قلت له بطاقة السكن وكل الأمور جايبها، قال لي شوف روح جيب ريوق وتعال جيب لي لفة وتعال لفوا بطل شو يسموه هذا بيبسي. يقول الولد قال على أساس أجيب لك أنا لفة على أساس وشنو ليش أجيب لك لفة ببراءته يعني هيك. الموظف قال ها لا لا ما يحتاج لفة تعال هذه لازم تروح إلى فلان مكان تجيب صحة الصدور. يقول سيدنا أرسلني إلى العظمية أجيب صحة الصدور ما أدري من دائرة المادري كرخ المادري كذا دائرة التربية من هناك أجيب. يقول رحت ركب التاكسي 10,000 رحت 10,000 جيت 20,000 طيت جبتها. قال لا هذه ليش أنت ما مصدق هذا لازم التصديق يصير على الصورة مو تصديق تحت هذا مال القائم مجلس البلدي ما ادري شنو ما يصير روح. يقول تدخل ايش؟ قال هي هاي روح. يقول رحت انطيت 10,000 رحت وجيت. يقول سيدنا انا صرفت الله شاهد يقول سيدنا صرفت في يومين رايح وجاي صرفت فوق 80,000 دينار. بعد له خوي بس قل لي شو تريد؟ قال روح جيب لفه وبيبسي. يقول الان رحت جبت له وانا الممنون بس خليك ماشي شغلي. بعض هؤلاء الفاسدين لما أتكلم بحرقة لأن واقعا ظلم بعض هؤلاء الناس بطريقة يصير على أساس هو مسلكي وعلى أساس هو قانوني ويبدأ يتكلم وهو أفسد الفاسدين. الشكل بالمدرسة هالشكل الشارع نعم نعم راح أقول كلمة قد البعض مو البعض كثير من الناس ما يقبلوها أن أساس الفساد أساس الفساد منا نحن منا نحن يعني منه إحنا أنا المراجع أنا المراجع وذاك الموظف الموظف منه الموظف مو من الشعب ويتكلم فساد وفساد هو أس الفساد. فأيها الإخوة الله شاهد من الدكتور اللي متفق ويا الصيدلية والصيدلية متفق ويا المختبر والمختبر متفق ويا السونار والسونار مدري إيش يبتزون المريض بكل أشكالها إلى ما أدري المحامين ومدري طريقتهم وشون كذا والمحاكم وكل الأماكن التي يمكن الإنسان أن يبتلى بها يبتز
وهذه شوفوها من خلال التعليقات. طبعا اللي يدافع اعلم انه هو عنده حسب تعبيره سالفة، وإلا كل الناس المراجعين راحوا يحسون هذا الكلام اللي أقوله هو صميم واقعهم ومشكلة اللي نعيشها احنا دائما. وهذه مسؤولية البلد، مسؤولية المسؤولين يعني الجهات الإدارية، ومسؤولية الناس أنفسهم. أنا لما أوقف بعينه وأصرخ في وجهه وأسوي شوشرة وأجيب الناس ويوقفون والمراجعين يوقفون وياي ويكون صرخة رجل واحد، ما يقول هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام. ولا بس المشكلة، المشكلة هي إن عمت طابت، لما تعم تصير حالة على حال مرضية للأسف الشديد. أبو عبد الله تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا شلونك؟ شلون صحتك؟ بارك الله فيك. الله يسلمك. عظم الله أجرك بمناسبة استشهاد إمامنا وسيدنا مولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنا عندي طلب بسيط. إحنا مدى نحصل من مجلس النواب قرار فيما يخص الحضانة مع الأولاد، وخاصة إحنا على المذهب الجعفري، وهذا موضوع دي مطلوب به بكثرة وسياسيا ومنظمات مجتمع مدني، والنتيجة الأضرار على الأب، لا يقدر يشوف أولاده ولا يقدر يوصل إلى مرحلة تفاهم مع أهل زوجته وأهل طليقته، وبالنتيجة النهائية. طيب ليش إحنا نكتب على المذهب الجعفري؟ وليش هم ما يحلون هذا الموضوع؟ أنا أطلب إيصال رسالة إلى السيد السيستاني، ما يحلوها بس فتوى من السيد السيستاني مثل فتوى الجهاد الكفائي، بأنه نطلع مظاهرات تغيير قانون 57 وخلص نرجع إلى وضعنا الطبيعي. خلي السيد الله ينطي العافية، هو الخيمة، هو الحامي، إن الحامي للمذهب، الحامي والمدافع عن الشريعة. يعني هل الإنسان اللي وضع القانون هو أفضل من الله سبحانه وتعالى؟ أستغفر الله. فما هو السيد السيستاني يوجه لنا يقول يا باطلعوا خلي يبدلون القانون، قانون هذا مجحف مو بشرع الله. يعني أرجو إيصال هاي الرسالة. شكرا، شكرا لك، شكرا. علي تفضل. علي تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا عظم الله أجوركم وأجوركم، حياكم الله. سيدنا عندي سؤال، قد يقال أنه مثلا أنت قلت لي روح جيب لي مثلا بطل ماء. بلي. أنت بطل ماء ما تعرف سعره، مثلا هو 500 دينار وأنا أجيب الكاب مثلا بلك ونص. شنو؟ هذا بيش؟ نعم. بيش تجيبه؟ مثلا أنت 500 دينار فرضا وأنا أجيب الكاب بلك ونص، هذا المبلغ اللي أنا رفعته أو شنو اسمه ما أعرف، هذا حلال أو حرام؟ شلون قال لك؟ قال لك روح جيب لي لو أنا أشتري منك ماي. لا مو مال، ماي سيد عفوا. نعم طرفا يعني سيد مثلا أنت وصلتني على حاجة. أعرف. قال لك روح اشتري لي، اشتري لي ثلاجة طرفا، روح اشتري لي سبلت. نعم. لما يقول لك اشتري لي لو انت اشتري من عندك، انت اشتري لا. من عندك سبلت، عندك سبلت اشتري من عندك لو لا، مره لا تقول يقول لك اشتري من عندك مره اشتري لي. لا روح اشتري لي، اشتري لي. فاكو فرق ان شاء الله بينه. شكرا يا علي، راح ابين شنو معنى اشتري لي وشنو معنى اشتري منك. ابو باكر تفضل. الو سيد نجري السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسال الله بحق فاطمه الزهراء اسم السيده الوالده. الله يبارك فيكم، الحمد لله صحته احسن، الله خير ان شاء الله بحق فاطمه الزهراء. سيدنا الجليل ترى صوتك ده ينقطع. نعم يعني اثناء الجواب من الجواب اكو كلمات ده تنقطع، تطلع بس الحركات، بس هاي الملاحظه. يعني من الجواب سيدنا على السؤال اكو كلمات ده تنقطع ما تنسمع، كانه توقف الصوره وينقطع الصوت. ما ادري الاخ المخرج اخ علي اي يعني من بدايه البرنامج انا يعني بدايه على هاي الملاحظه صار 5 مرات 6 مرات
الأخوة في بغداد وفي النجف إن شاء الله ينتبهون. من عندك شيء أبو بكر؟ معاني تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام. عظم الله أجر سيد إمامنا الكاظم. ألو سيد أقدر أحكي وياك؟ شلون أحكي وياي بالتليفون فقط؟ سيد أنا طلعت برا رحت أخاف صدر اللي. جيد جيد. مولاي إحنا مولاي نقرأ بإمام اسمه إمام ابن الكاظم بالديوانية. ابن الكاظم؟ مجموعة من مولاي، إي ابن الإمام الكاظم في الديوان. عليه السلام. إي. مجموعة مولاي. إي. يصير نفاق وجدل على مود هذا الألف دينار سيد إنه حصله. بني. إي فيعني أرد أعرف شنو الحكم. سيد فدوى اروح لك بس لا تحكي هسه الحكم سيد لان انطفت الكهرباء اقدر يعني من مو انا ما اروح لك سيد. مو انا ما افتهمت سؤالك شنو تقولي اكو بين الملالي احنا ملالي نقرا بالامام امامه بالفضل بالديوانيه زين اقريتي إيه؟ احنا مجموعه ملالي اربعه خمسه كل وحده سراها يجي زين فاكو ملالي نفاق وجدل على هذا الالف دينار تذب الزوار انه بالقصيده ايه فشنو شنو يعني الان يمنعونك من ألف دينار يطوش ألف لا دينار. مو يمنعونا مولاي هي كل من ياكل رزقة بس أكو قاعد يصير حكي من إحنا من عندنا إحنا الملالي أربعة اثنين واضح هاي تقولها ليش الألف إلي هاي تقولها زين هو ألف قاعد تذب الزوار فدوى روح لك سيد حرام خير. حلال النفاق إحنا خدام الحسين شكرا 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 محمد تفضل محمد تفضل مولاي عزيز السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله وأجوركم إن شاء الله تعالى الله يعزك مولاي مولاي أنا أدي قاع نعم وأدي يعني مبلغ قليل يعني مليون ثلاث ملايين بني وأنا رجال عامل بني يوميتي 10,000 دينار صحيح وأروح كراه وأجيب 3,500 بني واردة خمس وانا ما مخمس يصير هاي الثلاث ملايين الاربعة اعزل خمسهن ها ايه؟ واعطي بيهن شوي شوي يعني انت قطعة الارض شنو هاي قطعة الارض ورث جايتك ورث لو مشتريها لا لا ابوي طانيها ورث لو هدية لا لا ابوي طانيها ابوي طانيها هدية هدية اي ان شاء الله اي هاي مسيجه لا ما مسيجه اي لا لا مسيجه و... مسيجه نعم سي سي وتريد تبنيها يعني تريد تبنيها اي اريد ابنيها وانا ظروفي اخاف من مريض من شيء لاني مخليه للواجب بني الاربع ملايين حاطها شكل على اساس انه واجبات عندك نعم سي وهذا اني انا جاي اعطي فلوس مثل ما اريد امدحنا في اعطي هذا اللي مسويين خمس مسجلين انا اعطيه السيد اعطيه كذا مؤمن جاي تنطي خمس يعني شلون انت جاي خمس مثل مثل اعطي 25 اجعل ذن خمس اعطي 10,000 اجعل ذن خمس مثل تكتبه تكتبه ها تكتبها انه خمس تكتبها بالدفتر أي. شيء اي اكتبها بالدفتر اعتبار خمس جيد زين شكرا يا محمد شكرا فاطمه تفضلي فاطمه السلام عليكم سيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد بس مداخلة نعم مرة أنت مقطع إليك نازل بأنه أنت تقول أنه هاي الموظفين اللي تاكل وتشرب بالوقت الدوام أنه هذا حرام عليها أثناء الدوام بلي فصارت يعني يمكن أنت تدري أو ما تدري صارت هجمة عليك يعني شلون يقولون شلون افتراضات سيد يحرمنا عن الأكل وما أدري شنو بالدوام قلت لهم أكيد السيد عنده استثناء يعني مو كل الموظفين حرام عليهم يأكلون ويشربون يعني أكو موظفين ساعات طويلة يشتغلون قالوا هو ما يصير يعني حرام وهيجي يعني سيد إحنا مثل موظفين بالصحة فاطمة فاطمة ها فاطمة شو وقت تأكلون أنتوا إذا ماكو زحمة شو وقت الأكل سيد إحنا دوامنا الصباح يعني من 8:30 للثنتين 8:30 اسمعي 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 8:30 للثنتين يعني 3.5 ساعات شغلش 3.5 ساعات 8:30 للثنتين مو شي؟ ايه يعني شقد 3.5 ساعات
ايش وقت جئتي ايش وقت كذا؟ هي 3 ساعات لا شيء شاحنا اقضيه نطلع من الصبح من 6 ها من 6 ل 3 يلا نرجع. احسنتم. فهاي اللفه ما تقدرين تاكليها بالطريق الا بالدائره يعني هال 3 ساعات ونص تاكليها؟ سيد بس احنا بدنا نعرف يعني احنا مثلا فاطمه المشكله شلون صايره؟ السيد يمنعنا من الاكل، السيد يقول لنا انتم موتوا من الجوع. أنا ما قلت موتوا من الجوع، أنا قلت بابا أنت كل 3 ساعات ونص جاي دوام، 8:30 للثنتين، أنت تقولين 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص، شنو اللي يخليك وحدة تنهك وإنهاك وما نقدر نشتغل؟ هذا اللي أقوله أنه أكو مراجعين بالباب واقفين يسدون باب الغرفة تقعدون تاكلون. أي أنا هم وضحت لهم، أنا هم وضحت لهم. أحسن. قلت لهم أكو هو مو يقصد علينا إحنا، يقصد أكو موظفين يوقفون شغلهم كله في سبيل يأكلون. أنا يعني أشكرك. لا ما نخلي شغلنا هيك. فاطمة أنا أشكرك. إحنا نخلي بديل مكاني. أشكرك أخت فاطمة على سؤالك، وإن شاء الله أنا يوم الجمعة على قناة كربلاء عندي برنامج على هالقضية إن شاء الله تعالى. مشكورة. علي تفضل. الله يسعدك سيدنا. علي حياك الله بارك الله فيك. سيدنا في السؤال. نعم. اسمها آية التطهير نزلت ولا حادثة في الكساء لو قبلها. بلي. أحمى الله والديك. حياكم الله. مشكور. زين. نرجع إلى الأخ أبو رقية. أبو رقية يقول المقبرة النموذجية في النجف باعتبار المقبرة القديمة بعد ما تتسع يعني صارت كلش ضيقة وماكو مجال فيها، فالمقبرة النموذجية هل فيها إشكال أن نشتري من عندها؟ الجواب لا إشكال في ذلك. اشتروا وإن شاء الله تعالى الله يجعلها دار إيمان ورضوان إن شاء الله تعالى. أما أنه قالوا أنه ما يجوز واحد يشتري قاع يدفن به، لا اشتروا على حال واستخدموها للدفن، وطبيعة الحال إذا بقت المقبرة ما مستخدمة لازم تتخمص، ولكن عموما لا إشكال في شراء المقبرة النموذجية. جميل يقول عند الوضوء أكو مشاكل كثيرة، فأرجوك أن تتوضأ قدامنا حتى نشوف الوضوء الصحيح. أخ جميل أنا على اليوتيوب أكو مقاطع إلي أنا أشرح الوضوء على اليوتيوب، اكتب طريقة الوضوء سيد رشيد الحسيني وغير الأخوان آخرين أيضا الله يحفظهم آخرين أيضا طريقة الوضوء الصحيحة ابحث عنها وهذا رح يبينك شلون الوضوء الصحيح. مشكور يا أخ جميل. عبد الله يطلب يقول احنا الى متى مجلس النواب ما يهتم لقانون الحضانة وقانون 57 اللي الان قانون السيء الصيت اللي في الواقع في ظلامة للطفولة، ظلامة على حال للمطلقين، وبخس لحق الرجال، وإعطاء حق للنساء بدون وجه حق. امرأة هي ناشز وطالعة والمحكمة تحكم لها ويأخذون نفقة من الرجل بالقوة، وهاي النفقة في الواقع حرام لأن المرأة هي ناشز، هي تارك البيت، هي إنسانة غير على حال مطيعة لزوجها، والطفل يمنعوه من الأب لفترات طويلة، وإذا أكو لقاء أبو ساعة ساعة ونص بالمحكمة قدام علي حال المشرف المدري إيش، ومشاكل كثيرة. وأنا قلت أقول للأخ عبد الله أنا كان عندي ثلاث حلقات على قناة كربلاء فيما يرتبط بهذا القانون، وهناك قوانين رح يعني ينزلوها في مجلس النواب، قانون العنف الأسري وقانون الطفل. أعتقد والله العالم وكما أني رأيت القانون فيه مشاكل عديدة دينية، مشاكل خلاف الأخلاق، خلاف التقاليد الإسلامية، ورح يجرؤون الولد
أن يشتكي على والده ويجرؤون البنت أن تشتكي على والدها. يعني رجل يشوف بنته على حال تتصل اتصالات غلط أو عد ارتباطات غلط، إذا قال لها بابا ليش يسوين هالشكل تقدر تروح تشتكي على أبوها وتذبه بالسجن. هالشكل قانون راح يصير، واللي يسوي منه اللي يسوي ذول مجلس النواب اللي بعضهم ما جاي يفهم شنو اللي جاي يشرع. أكو ضغوط من بعض السفارات، أكو ضغوط من بعض المنظمات الإباحية، منظمات إباحية يعني منظمات تدعو إلى الإباحية وإلى التهتك والتسيب الأخلاقي في المجتمع. فأنا أحذر مجلس النواب من تقنين هذا القانون، وأحذر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية أن تقبل بهالقانون وعلى حال الشرعة. هذه قنابل موقوتة واضعيها في مجلس النواب يوم الأيام بدون صوتون عليها، وإحنا ضحايا وأولادنا ضحايا وأولاد أولادنا راح يكونون ضحايا. فلازم يقفون الإخوة في مجلس النواب بقوة ضد هذا القانون، والشعب أيضا يمنع هالشكل قوانين جايبيها من أوروبا، يردون النظام الأوروبي والطريقة الأوروبية في التعامل بين الأولاد والبنات كذا، واللي هو التفكك الأسري بشكل واضح يردون يشرعوه في العراق. وهذا على حال جرس انذار ندقه اليوم على انه الناس ينتبهون. الاخ سيف تفضل. سيف بابا اسمعني من التليفون، اترك التلفزيون. نعم نعم شيخنا. نعم. ابتعد عن التلفزيون رجاء، ابتعد. سيف تتكلم لو شلون؟ نعم شيخنا سمعك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام حياك الله. شلون صحتك؟ بارك الله فيك. الله يطول عمرك شيخنا. ممكن سؤال يعني بس أريد يعني أستفسر من عندك. نعم. أنا صار لي تقريبا 3 سنوات مطلق، ويعني جاي أشوف زوجتي. ماكو مشكلة لو أكو مشكلة؟ مطلق؟ أي. بالمحكمة لو بالشرع؟ بالشرع وبالمحكمة يعني. أي بس أنا عندي ولد من عته ويعني مرات أشوفه. وخلصت العدة؟ اي نعم خلصت العدة. خلصت؟ نعم. وشوفه يعني شوف يعني كأنما زوجتك تشوفه يعني تعاملك وياه كأنما لا 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 مجرد بس اشوفه يعني يعني بعبايتها وحجابها لو لا كاشفة. اي نعم نعم. اي فشو المشكلة؟ وين المشكلة؟ يعني ماكو اي مشكلة بانه اشوفه وهاي يعني احكي وياها. اي تكلم معاها ولابس حجابها يعني مو انه كاشفة حجابها؟ لا لا لابسة حجابها. شكرا يا أخ سيف، أنا رح أجابك. مشكور حبيبي مشكور. الأخ علي يقول أنا إذا واحد قال لي روح اشتري لي ثلاجة، اسمعوا شباب اسمعوا إخوان، روح اشتري لي ثلاجة زين، يروح الأخ يشتري لي ثلاجة يعني هو وكيلي يشتري لي ثلاجة. شوف اشتري لي يعني أنت وكيلي، والوكيل لما يروح يشتري ما لحق يضيف على السعر درهم واحد، ما لحق. ليش؟ لأن يعني أنت وكيلي تشتري لي إلي، ما لك عقد تضيف. هاي إذا قلت له اشتري لي. أما إذا قلت له فلان أريد سبلت، أقدر أحصل منك سبلت، أقدر أحصل منك سبلت، أشتري منك سبلت، يقول لي سيدنا. فيروح الأخ يشتري السبلت من السوق ب200 ألف، يبيع لي إياه ب250، يجوز؟ نعم يجوز. تجارة، يشتري ويبيع لك إياه أغلى، فهو يشتري ويبيع، مو أنه يشتري لك وهو وكيلك وهو مبعوثك. لما هو مبعوثك ووكيلك ما يصير أن يأخذ درهم زايد عليه. فديروا بالكم قضية أنه أن أوكل أحد أن يشتري أو أنا أشتري من واحد، هنا أنا أكو فرق. أجاني واحد قال سيدني أنا عندي أصباغ، قلت له اشتري لي أصباغ أصباغ البيت مثلا، قال بخدمتك. راح جاب الأصباغ، قلت له هاي بيش؟ قال سيدني هاي بالسوق هلقد وأنا أريد هلقد. مولا يعني؟ قال إيه أنا أريد حق الزحمة. قلت له جيد حق الزحمة أنطيك، بس ترى سعرها سعر السوق. هذا هالشكل صريح يريد عمولة، وأنا أعطيته عمولة باعتبار أنه اشتغل راح جاب. أقول له
خوي أريد أصباغ، شوف لي أصباغ لو لا. يروح هو بالسوق يشتري أصباغ، يجي يقول سيدنا أنا اشتريت هاي، تشتريها من عندي لو لا؟ فأنا أشتريها من عنده بسعر أعلى كذا، هذا بعد تجارة خاصة. أم علي تقول إحنا ملالي ونقرأ عند ابن الكاظم في الديوانية ومجموعة ملالي، والناس تذب ألف دينار للقصيدة ويصير عركة على هالألف، هاي تقول إلي وهاي تقول إلي. سيدنا شو نسوي؟ أختي الكريمة، أنتوا لازم تتفقون. إيش نتفق؟ أنه كنا راح نقرأ، واللي ينذب بالسوق حسب تعبيرنا بالصينية نتقاسم على أربعة خلص، وكان الله يحب المحسنين. ما تتفقون هالشكل أو شو تقولون؟ أو تقول لا أنا أقرأ قصيدتي، اللي ذبوها مالاتي، وذيك تقرأ قصيدتها، واللي ذبولها مالتها، كل واحدة تأخذ مال قصيدتها، وهذا قد يصير نزاع، هذا إلي وذاك إليك. فالصحيح أنه تتفقن من البداية أن كل اللي بالصينية إحنا نتقاسم. زين، الأخ محمد يقول عندي قطعة أرض وعندي مبلغ قليل وأريد أبني الدار على حال، وأريد أخمس، شلون أخمس؟ حبيبي هاي قطعة أرض ما دام والدك أعطاك هدية لازم تتخمس نفس القطعة أرض، والفلوس اللي تخليتها 4 ملايين ومر عليها سنة هاي لازم أيضا تتخمس، وخمسها تقدر تطيب بالتدريج، يعني هاي الطريقة مالتك 25 25 وتكتبها لا بأس، بس نطيها لمن يستحق، نطيها لمن يستحق، متدين فقير، مو كل واحد اللي أنت تنطيه. الأخت فاطمة تقول الموظفون يأكلون أثناء الدوام وكذا. شوفي بابا فاطمة، أنا قلت الكلام اللي قلته أنا، الموظف جاي ساعة 8، رجاء نسمعوا شباب، جاي ساعة 8، ساعة 9 تنسد الباب، يعني صار له ساعة جاي، موظف والموظفة ساعة واحدة، يعني مو أنه مشتغلين 7 ساعات وتعبانين، لا لا لا، ساعة واحدة فتحوا السباب وجابوا المدري إيش والشايات إلى الساعة 9:30 10:15، والناس واقفين وين؟ خلف الباب. هذه جريمة، هذه السرقة. يقول سيدنا مو إحنا جواعة، جوعكم على حال اكسروه بالأكل في البيت، ما عندكم وقت في البيت بالطريق سوي لك لفة وأكل، أما تجي تفرش سفرة وهاي جايبة الزلاطة وهاي جايبة مدري شنو، هذا سرقة من حق الناس. وتقول الأخت سيدنا إحنا ننهك وين تنهكون؟ وين؟ الله شاهد، وجدي رسول الله، بعض الموظفين يجون بالتسعة ويطلعون بالثنعش، يقول يا أخي الدوام للثلاثة، يقول سيدة ماكو أحد، كلهم طلعوا والمدير هم طلع. أي وظيفة هذه؟ أي أمانة هذه؟ أي عمل وإنهاك وعلى حال وبذل جهد؟ وين سرقة وخيانة وعلى حال وتنصل وتنازل عن المسؤولية، وبعدين يقول أنا والله مظلوم؟ وين مظلوم؟ الدوام للثلاثة، ليش ماكو أحد ساعة واحدة ونص؟ الدوام للثنتين، ليش ساعة 12 ماكو أحد؟ ليش؟ يا أخوان اتقوا الله، التعليقات هذه ما تغير شيء، هذه كلها تكتب يوم القيامة، وستحاسبون على كل تعليق من سب وشتم واتهام، راح تحاسبون. وما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد، هذه افهموها، مو كل شيء تكتب يعني أنت على حق، مو كل شيء تكتب أنت على حق، سوي لك لفة وأكل. أما أنه تسوي نفسك ملائكة ونسوي نفسك أنت المجاهد وأنت اللي تمتعب نفسك وأنت الموظف المنهك نفسك، وين إنهاك نفس؟ وين؟ ساعة 9 تجي وساعة 12 تطير، وكل نصها بالتليفون ويا فلان وعلان. خلونا على حال لا نكشف الأوراق أكثر. جيد، علي يقول على حال آية التطهير. أخي الكريم، حديث الكساء في واقع الحال تطبيق لآية التطهير، حديث الكساء تطبيق لآية التطهير.
آية التطهير تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. لما صارت قضية الكساء، فلما دخل علي والحسين وفاطمة والحسن، النبي الأعظم لما سحب الكساء عليهم والرداء عليهم، أم سلمة كانت واقفة، أم سلمة كانت واقفة، فقالت أدخل يا رسول الله؟ قال لا يا أم سلمة، إنك على خير، إنك على خير، بس هذه القضية قضية شنو؟ خاصة بأهل بيتي، أهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين والذرية المنتجبة من الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سيف يقول 3 سنوات أنا مطلق، ولكن أشوف زوجتي وأتكلم معها. إيه نعم، بحجابها ما في مشكلة، بحجابها تقول موسى إذا بعض الأحيان الشاقة، بعض الأحيان تفاكه، المفاكهة ديروا بالكم. تقول سيدة مؤشتاق، زين تقدر تتزوجها، تزوجها مرة ثانية ما في مشكلة، تقدر تتزوجها مرة ثانية، لو دائم لو مؤقت ما عندي مشكلة، لا أشكال في ذلك. أما لا، بدون مفاكهة وبدون شقة وبدون على حال مزاح مثير، لا أشكال في ذلك. الله إن شاء الله يرجعك إلها وترجع لك بعافية وصحة وسلام إن شاء الله تعالى. إخواني انتهى الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا ويعافي جرحانا. لا تنسوني ووالدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.